ازيكم شباب، معكم حلقه جديده من ايس تيوب جيرش هنلعب لعبه الكابوس. احب اشكركم جدا على دعمكم الخرافي شباب لبدايه الحلقه الاولى، والنهارده باذن الله هتكون الحلقه الثانيه، وهنكمل لاخر حاجه وصلنا لها وهي كانت عند لما جينا عدينا المهرج وخدنا منه البالونات. خلينا نعمل استكمال. ايوه دي اخر حاجه وقفنا عندها، وهنخش شباب في المكان بقى الجديد. ما تنسناش بقى باللايك، ولو انت لسه جديد معانا اتمنى منك تشترك معانا في القناه. وخلينا نخش، واقول لك ما تخشش مكان خطر. احنا لازم نخش، لازم المرحله دي نعديها، ربنا يستر. متوقعين تلاقوا ايه جوه يا شباب؟ اللي هيكون جوه انا بصراحه ما شفتش خالص ولا عارف. ما تكونوش شفتوا وتقولوا. ده المهرج يا جدعان. استنى طب انا هزوق البوكس ده. اوعى كابتن لو سمحت. وعندنا كمان هنا في حبل. استنى نطلع هنا. هيل نقدر نساعد البنت دي؟ احنا ما نقدرش نساعدها. طب خلينا ننزل مره تانية. ولا الزومبي ده اللي بيستقبل تحت ده؟ خلينا نروح سريع. والبنت على فكره موجوده برضو فوق، فعايزين ننزل هنا. انا بقى بفكر فيه اللي احنا ممكن ننزل البتاع ده هنا. انا عايز لو اجيت وقفته عند البنت دي بالظبط هنقدر شباب. ايوه نتحرك بعيد عن الوحش ده. نقدر من هنا ننزله. يا سلام اخد طماطمايه. استنى اكمل. طب عايز اعرف بعد كده لو احنا خدنا طماطم. استنى يا اخي، حاجه غريبه اللي حصلت. بنحدف عليه الطماطم يا شباب. يا سلام لما نشغل للاسف نعمل شغل. ماشي انا كده فهمت القصه. هنبدا نتحرك، نبعد بس عن الزومبي الغلس ده. ممكن يعمل لنا مشكله. ايوه بس نقدر نمشيها تاني. ماشي تعالى عم الزومبي وبطيء، لازم ننجز قبل ده ما يحدف علينا الحاجه. يلا ديله بس كده المفروض الدراع جاهز. عايزين بس ننزله. تمام نزلنا واحد حلو. يلا عايزين بقى نرجعه مره تانية. اوعى يا عم اخلص انت. يلا نودي. تمام ودينا كده لغايه المهرج بالظبط. حلو نقدر بقى نحذف عليه الحاجه، واكيد بقى من الزرار اللي هناك. تعالي لا في خطة تانية. احنا نزق الصندوق كده كويس، نحطه طيب هنا كده. مية عايزين بقى نبعد عن الزومبي الغلس ده، بس عايزين اول حاجة نروح سريع الاول. تمام نسحب، خدنا واحدة. حلو عايزين بقى نرجع تاني. ربنا يستر يا جدعان. عايزين بقى نسحب الصندوق ده هنا لورا شوية كويس. عايزين بقى نوديه كده ان شاء الله تظبط معانا، بس اهم حاجة ما نزلش الزرار كويس كده. المفروض عند المهرج بالظبط. روح سريع ما ندوس على الزرار اللي تحت ده عشان غلط. فننزل على ده كمان. لا انزل. نط بعيد عن الزرار. حلو نزل عنه. يا سلام ظبطت. البنت اتحركت يا جدعان. استنى ممكن نطلع السلم. انا طالع انا نازل. ننزل. يا حلاوه دول الاتنين يا جدعان بقوا بيتحركوا دلوقتي. طب خلينا نحط الحاجة هنا. هنحاول بقى نخلع من البنت للأول. ربنا يستر. ماشي تعالي. مش وقتك خالص. ننزل تحت بسرعة. كويس أخد الحاجة. بعد كده عايز أتحرك. ممكن أطلع على السلم كده. أيوه يا سلام عليك لما تشغل القاسة. أيوه كده. لازم نخدعها. فعايزين بقى نسحب دي شوية لورا. أيوه بس بسرعة. أرجوكي بس سيبيني شوية. لحظة. يا خلصة. لازم نخليها الاول على قد ما نقدر نخليها بعيده. يلا كويس اظهر بقى يا عم، اظهر يا شرشر. يلا اختفى. تمام كده مية. ها تعالى استطرد. طب ورك انت كده عشان نقدر بس نعدي للجزء الثاني. بس اهم حاجه احنا لما جينا شغلنا للاسف نطينا كده ومعرفتش تعمل لنا حاجه البنت. يلا نكمل. عندنا هنا في مقبره غريبه، شكله هيفتكر حاجة من الحادثة. في عندنا ماشي مقبرتين. حد واقف معاه الورد.
قاعد بيعيط هو. بقول لك كان ايه ده؟ طب افتكر يا عم بقيت الحاجة بتاعتك. يلا نكمل. هو شباب زي عندنا هنا المكان اللي كان في حد بيتدفن فيه. والادوات موجودة كمان هنا. هنخش بقى جوه البيت فربنا يستر. اوه استنى استنى احاول كده الجنب نظبطه. الدق اوب ايوه كده تمام ظبطنا معانا. نطلع هنا فوق كويس. خلي بالنا نمشي من على الطرف. لغايه دلوقتي الموضوع سهل. فالصندوق ده هنقرب بس الموضوع ده شويه عشان نقدر ننط هنا. كويس نطلع السلم تمام. ومفيش اي حاجه نقدر نستفيد بيها هنا. كسر الحاجه. مامته وبابا هو واقف هنا اهو تحت. بقول لك مامتي وبابايا يلا عايزين بقى ننزل. وخلي بالكوا جامب جامب. ايوه صح كده. يلا يلا اتسحب من تحت. شباب شفتوا اللي كان واقف فوق ده؟ والله شفت حاجه بتتحرك. انا بقول لكم سامع صوت رجلين من بدري. في حاجه كانت فوق بتتحرك. ايه ده الزوار ده؟ احنا محتاجين نطلع له؟ معقوله؟ انا قلت والله في حاجه، في مقلب، في خدعه، في بتاع. المفروض اخلي بالي من النقطه دي. ماشي يلا تمام. ادنا على الزرار. اهو الوحش هتلاقوه عليكم اهو. شايفينه؟ مش شايف ده شعر. دي شكلها بنت متحوله يا شباب. شبه المفروض ابن سلندرينا بس بشعر. وبتطلع زي سبايدر مان يعني هي مخلطه. احنا عايزين بقى ننط على دي سريع سريع من الصخره دي للدي بسرعه. تمام كده مش هنقف عليها. بس كده مظبوط تمام. بقول لك اجري اجري اجري. دي بتنط جنب. اجري بسرعه 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 ما توقفش. انت عارف ان الحته اللي وقفت عليها على السنه دي لو ما كانتش وقفت عليها كنت انا كنت ضعت فيها. انا قلت ازاي اعرف اعدي منها بس الحمد لله قدرنا. تمام نكمل في المكان ده. مكان شكله جميل يا شباب. ايه ده هننزل كمان في البحر. خلينا نقف هنا. حلو نقف بتاع. والله المنظر جميل جدا والمؤثرات جميله. تحس ان انت عايش ال لا المؤثرات مش جميله يا شباب. بص انا ماشي ورايا في البحر. ده مين ده؟ في حاجه ماشيه ورايا في البحر. عايزين نطلع بسرعه نوصل للجنب التاني سريع سريع. زي كنا سمكه قرش او حاجه متحوله. شكلها غريب. الله كمل كمل كمل. قربت لي قربت لي قوي قربت لي قوي. يلا يلا يلا. اقف اختفت. يعني انا ما كنتش نطيت كنت تقول لي الله يرحمك. كنت خلاص مع السلامه. شفت اللي حصل ده؟ زي كانه اخطبوط. يلا نكمل ماشي. عندنا ايه تاني هنا؟ مفيش اي حاجه. هو لغايه دلوقتي لازم نكتب نفسنا. نسيت خالص. البنت بتبص لي. خليني اكتب. برضه يقربوا. اكتب نفسي وامشي اكتب نفسي وامشي. دول ايوه لازم نعديهم الاول. نمشي بعيد عنهم شويه عشان نفسي كده. ايوه لازم اخد نفسي الحمد لله. كويس دول سهلين جدا نعدي منهم. نبدا ناخد الصندوق ونحطه هنا. لا ما تغمضش عينك ما تخافش. ما تخاف من ايه يا عم؟ يلا مفيش حاجه لسه. اطلع كويس. وعندنا هنا في باب زي كانه باب مدرسه لان انا شايف في ملعب من بره وزي كانها دخلت مدرسه. فهنشوف. هو يا شباب ده زي كانها بقول لك مكتبه. دخلنا احنا المكتبه ولا بيفتكر حاجه. مامته وبابا برضو. البنت مكتوب فوق هنا المفروض كلمه مدرسه بس مش كامله. ولا الكلمه دي ايه دي؟ بقول لك هو اللي بيحصل. ماشي نطلع هنا فوق. نط هنا كده سريع سريع. في صور هنا عندنا ست وراجل ومعاه في صوره ثانيه مش باين لها ملامح. ننزل هنا كمان. في صوت مرعب. نقدر ندوس على الزرار. بقول لك ده مقفول. محتاجين حاجة في السيستم نعملها عشان نفتح الباب ده. ما شاء الله عليك المعلم العفريت. بيدرس لمين ده؟ بيدرس العفاريت ولا ايه؟ يا ابني طب ده هنعدي منه ازاي؟ استنى بقى. لازم استخبى. بيبص ازاي؟ فهمت فهمت فهمت. اجري بسرعة بسرعة. تمام. ما عملتش الواجب. انا اسف يا عم. سريع. ايه المدرس الطياره ده؟
يلا نحاول تاني. ماشي. ايه خلصت امتحان ولا لا؟ ذاكر ولا لا؟ ايوه. طب انا عايز اعرف البسطه التانيه بتاعته سريعه، اشوف هنا سريعه بعد كده بتبقى اسرع. طب يا ابني انا هجري ازاي؟ بعد كده بيطول شويه. انا مش عارف اخد نفس. المدرس بقى ايه بجري بسرعه بسرعه. جام جام جام. يا شباب والله كنت هروح فيها. استنى 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 شويه. لازم نرجع تاني. انا كده فتحت البوابه. تمام. لا لا انا حاسس روحي. بص مش عارف ليه احساس رهيب لو هيبص بصه مش طبيعيه. ارجوك يا عم المدرس. تمام يا ساتر. بس كده تمام خلص. اجري اجري بسرعه بسرعه بسرعه. افتح الباب. الحمد لله كده فتحنا شويه الباب اللي كان مسوجر معانا من عند المدرس. دلوقتي نقدر نطلع منه. فا ايه ده؟ هو في لمبه واحده بس منوره بال شباب؟ مفيش غير لمبه واحده بس. هو معنى كده انت عايز زرار تانيه ولا ايه؟ انا كل اللي عملته ده لمبه واحده بس. طب استنى في بيبان تانيه ممكن نخشها. ده في كذا باب. انا فكرت باب واحد بس. عايز في صوت غريب. يا حلاوه يا حيختك عماله جميله. لا 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 اجري بسرعه بسرعه. طب وبعدين؟ الشعر بتاعها بيقف. طب حلو يا اختي كمان عسوله. نزل الشعر بتاعك. ما نقدرش نوصلك المكان ده صح. هو يا شباب هتجيبني. استنى 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 استنى. طب انا عايز اعدي. استنى استنى نقدر نزق الصندوق ده. انا عايز بس النور ده اجيبه هنا عند الطرف. ايوه زقنا الصندوق بسرعه بسرعه. لفته بشعره. النور لف بشعره. ماشي يلا بسرعه 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 بسرعه. اتحكي اتحكي اتحكي. تمام كمل كمل. ابعد بس على الشعر قبل ما يوصل لي. حلو. انا عايز ابقى تجيني هنا. ايوه شوف بتودي شعرها العكس. يلا نطلع الحبل ده. حلو. مكان نط هنا. كمل كمل كمل. تعال. ايوه نزل الشعر. حلو. كمل هنا كمان. مكان نوصل للحبل اللي فوق ده. ننزل تحت شويه. ايوه سلم الزرار. يا شباب صعب صعب. لا 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 والله هتجيبني. الحمد لله. انزل هنا. حلو. اركب في المركب. امشي بسرعه. حكي يا اختي رايقه والله. لا 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 هو بتنزل في البحر. تمام ماشي ماشي ماشي. كمل. اطلع هنا. حب. حلو يلا انزلي. قديمه. خلاص احنا كده فلتنا منها. كده المفروض ولعنا اتنين. المفروض الباب عليه اتنين دلوقتي منورين صح كده. يبقى في اتنين نورن اصلا. اخر واحد هو المفروض الباب الاخير اللي هنا. فده اللي هنشوفه. بيقول لك محتاجين مفتاح عشان نفتحه. طب المفتاح ده هنجيبه منين؟ ما احنا المفروض اول بابين شفناهم وناقصنا اخر باب التالت. وفي في بابين هنا تانيين. فاحنا ممكن نخش نشوف البابين دول. احتمال كبير نلاقي فيهم المفتاح. فده هيساعدنا نقدر نفتح الباب وبعد كده بالتالي نقدر نولع التلات انوار. بيقول لك هو فين المفتاح؟ وير از ذا كي؟ نقدر نفتح الحاجات دي نشوف الحاجه اللي جواها. تمام. مش اي حاجه. بيقول لك هو فين؟ ما شفتش خالص علامه التعجب. مش تحذروني يا جدعان. مش تحذروني سايبيني اتخض لوحدي. يبقى اللي عليه علامات التعجب. شايفين علامه التعجب اللي عند الباب دي؟ ما جيش جنبها ابدا. تعالى هنا. عايز مفيش حاجه بس انا شفت زي مجموعه ورق هنا. ماشي نفتح ده. طيب ما نقدرش نفتحه. لا بس على فكره في زي مكان هنا. اقدر اهو المفتاح. ممتاز. وعايز اخدنا المفتاح في مكان نقدر نعديه تاني؟ لا نرجع بالمفتاح. شباب البنت جايه. لازم نجري بسرعه. اهي شايفينها من ورا الازاز. كمل كمل كمل. انا شايفك عارفك انت جاي من الناحيه الثانيه. ايوه الحمد لله طلعنا بالسلامه. خليني بقى اروح احط المفتاح. ايوه في الباب الاخير هنا صح كده. يبقى كده اخر حاجه هنشغلها وبعد كده هنقدر نخش في الباب الرئيسي. يا رب تكون دي سهله. يا ساتر مين اللي قاعد بيهبط ده؟ لو انا المفروض افتح له ولا اكبر دماغي؟ نجرب يا شباب. خلينا نجرب ليه لا؟ ممكن تكون حاجه مرعبه بس احنا ما بنخافش. ما ينفعش تفتحه من الاساس. الولد بصراحه خايف وانا مرعوب. اجري اجري بسرعه. نط على الحبل ده. عايز نولع الاضاءه كده. المفروض عملنا الثلاثه. اتفتح 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 يا شباب.
شفت الرعب؟ شفت اخره الرعب بتعمل فيك ايه؟ بتخليك تقف حاجه سهله. تمام نطلع ونخلي بالنا نط بس على المنطقه ان شاء الله تكون سهله. هي فوق اجري بسرعه بسرعه انا مش شايف حاجه. لا 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 اطلع 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 من باب. الحمد لله احنا طلعنا. شفت منظر عامل ازاي؟ اجري يا عم. ايه الاماكن اللي احنا دخلناها دي؟ يلا افتح الباب كويس كده ولعنا التلات اضاءات دلوقتي نقدر نعدي من الباب ده. لا 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 وبعدين انا اتحشرت. ما ينفعش حتى نزوق الصناديق. حرام عليكم والله فكرتها حتى عليا. عايزين نسوق الصندوق ده الاول بس الاول نجيبه كده. يلا 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 احنا المفروض هننط على دي صح؟ المفروض انا حساباتي تكون صح. لا يا شباب حساباتي كلها بطيخه. ما ينفعش. المفروض ننط ازاي؟ عرفت. يبقى احنا هننط من الجزئيه دي للجزئيه دي. انا كده فهمت. احنا بس المفروض نطلع فوق الدولاب. ماشي يلا نزوقها تاني بس نحاول نهرب منها. يا رب يا رب بس ادينا فرصه ادينا فرصه ان احنا نقدر نطلع. تستقبل اهو طلعت وصلت بالسلامه. طب وبعدين؟ استنى ازاي؟ لا ده عايزين بقى الواحد يصحصح لها يشغل القلاسه شويه. لازم نكون سرعة جدا على قد ما نقدر ونطلع فوق ونمسك في الحبل ده لان هو ما هشبحتوش زينه. يلا 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 تمام. هي دي الخطه اللي بقول لكم عليها. الحمد لله الخطه نجحت. ننزل تحت الشاشه ما نموتش كويس. الخشب ده بيعطله. حلو كمل زي ما احنا بس خدوا بالكم هنرجع هنا تاني. لا 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 ربنا يستر. يلا 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 كويس. يلا عايز الخشب يعطله اكتر واكتر. ده هيكون لينا هيفيدنا كتير ان احنا نقدر نهرب. يا ساتر بقى سريع. صعبه هنا لازم نكون سريع جدا علشان نقدر نهرب منه. شباب هنا حته باركور تبقى صعبه بس مش علينا. ايوه جمب. الله عليك اخيرا. انسى. لازم تكون سريع جدا. الحمد لله مش مصدق اخيرا قدرنا نخرج من الحته المجنونه. والمدرس عملها النهارده شغل جامد جدا وكانت صراحه اصعب مرحله الاخيره دي. بتعرفش عمل حرف لحد هنا. فعجبك الفيديو ما تنساناش بقى باللايك. واتمنى انكم تشتركوا معانا في قناه لسه جداد معانا. وعايزين عشان نوصل الفيديو ده 10,000 لايك زي الفيديو اللي فات وصلتوا له اكتر من 10,000 لايك. احب اشكركم جدا عشان باذن الله انزل لكم الحلقه الثالثه من اللعبه دي. وشكرا لكل واحد مره ثانيه او ثالثه للدعم اللي بيعمله لسلسله لعبه الكابوس اللي لعبناها النهارده. وبشكل عام الالعاب اللي بنلعبها شكرا ليكم واشوفكم مره جايه مع فيديو جديد مع ايس تيوب. يلا سلام.